تمرين الأول أعطانا 3 أعداد الأ والبي والسي. الأ يساوي جذر 80، البي يساوي 2 جذر 45، والسي يساوي 1 زائد جذر 5. أكتب العدد أ زائد بي على شكل أ جذر 5. بين أن أ في بي عدد طبيعي. أكتب العدد سي على جذر 5 على شكل نسبة مقامها عدد ناطق. حل المعادلة التالية: إكس مربع ناقص 3 تساوي 33. هاي السؤال الأول، شو قالنا؟ كتابة العدد أ زائد بي على شكل أ جذر 5. نكتب الأ تاعي، هاي أ زائد بي يساوي، شو نديرو هنا؟ نعوضوا الأ بما يساويها ونعوضوا البي بما يساوي. الأ جذر 80 زائد البي 2 جذر 45. راني كتبت العبارة تاعي، قال لي اكتبها من شكل أ جذر 5، شو نديروا ما بداخل الجذور؟ نقسموهم على 5، شو يعطينا الأول؟ 80 16 في 5 زائد 2 في جذر 9 في 5 تساوي جذر 16 في جذر 5 في 5، تعطينا جذر 16 في جذر 5، جذر 16 شحال تساوي؟ 4 جذر 5 زائد 2 في 3 جذر 5، ماشي في جذر 3. من ندير جذر 9 ماشي 9، جذر 9 هي 3 تساوي 4 جذر 5 زائد 6 جذر 5 وتساوي، دير قوس 4 زائد 6 جذر 5. إذا الأ زائد البي شحال يساوي؟ 10 جذر 5. راني كتبت الأ زائد بي على شكل أ جذر 5. سؤال موالي، إثبات ولا تبيان أن العدد أ في بي، راني في السؤال الأول، درك السؤال الثاني، عدد طبيعي. شو معنى عدد طبيعي؟ كي تحسب شو تلقى؟ تلقى عدد طبيعي. إذا ما لقيتش عدد طبيعي كاين غلط في الحسابات. إذا عندي أ في بي، دائما نكتب أ في بي، شو يساوي؟ جذر 80 في 2 جذر 45 تساوي، درسنا خاصية، جذر أ في جذر بي شو يساوي؟ جذر أ في بي، جذر أ في بي. هنا شو العدد؟ واحد، واحد في اثنين، اثنين جذر 80 في 45 تساوي، هاي 80 في 45 احسبولي تعطينا 2 جذر 3600 تساوي 2 جذر 3600 يعطينا 60. اذا الأ في البي شحال يساوي؟ 120. هل هو عدد طبيعي ام لا؟ عدد طبيعي، قال لك بين انه عدد طبيعي، لقينا عدد طبيعي. ثالثا، كتابة العدد سي على جذر 5 على شكل نسبة مقامها عدد ناطق. شا عندي سي على جذر 5 يساوي، نعوض السي بما يساويها، 1 زائد جذر 5، نكتب 1 زائد جذر 5 على جذر 5. شا قال لي دير لها؟ قال لي اكتبها من الشكل مقامها عدد ناطق. جذر 5 كيراه؟ جذر 5 كيراه؟ عدد غير ناطق، نرجعها عدد ناطق، شا ندير له؟ نضربها في جذر 5 وندير الأقواس في البسط. علاه ندير الأقواس؟ كاين مجموع كاين زائد تساوي. ننشروا الآن، جذر 5 في 1 تعطينا جذر 5، جذر 5 في جذر 5 تعطينا 5، جذر 5 في جذر 5 5. إذا السي على جذر 5 كتبناها على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.
سؤال أخير، حل المعادلة. شاي المعادلة تاعي؟ x تربيع ناقص 3 تساوي 3 و3. حل المعادلة بغض النظر عن x تربيع ولا x أس 3 ولا x. كي تحل المعادلة؟ مجاهي في طرف والمعالي في طرف. شاي يعطينا x تربيع تساوي 33 ناقص 3 كي نقلها شتولي زائد 3. x مربع شتساوي 36. قرينا المعادلة، x مربع تساوي A. شحال لقينا من حالة؟ شحال عندنا من حالة؟ شحال عندنا؟ عندنا 3 ماشي زوج. الحالة الأولى A أكبر من الصفر، A يساوي الصفر، والA أصغر من الصفر. مين تكون أكبر من الصفر؟ حلان. يساوي صفر، حل واحد، وهنا ليس لها حل. 36 كراهي كراهي راهي عدد موجب، إذا شحال عندها من حل؟ عندها حلان. ومنه إكس ماذا تساوي؟ جذر 36، والإكس شحال تساوي؟ تساوي 6. وهنا إكس شحال تساوي؟ ناقص جذر 36، والإكس شحال تساوي؟ ناقص 6. إذن للمعادلة حلان هما، شكون هما؟ 6 والناقص 6. طيب.